أكد البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألفاً و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألفاً تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. وقال البنك المركزي المصري أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية من سبتمبر. ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاع عن خلال التعاملات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولارا و61 سنتا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 56% لتصل إلى 73 دولارا و58 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى $2.29 سنتا للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 68% لتصل إلى $2.18 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي عقد يومي 30 و31 من يوليو أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر. وأضافت التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور. كشفت وزارة العمل الأمريكية أن أرباب العمل في البلاد أتاحوا وظائف أقل كثيراً مما توقع الخبراء خلال عام حتى مارس الماضي، ما يؤكد المخاوف المتنامية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص صحة سوق العمل مع استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتم خفض تقديرات وزارة العمل لإجمالي الوظائف خلال الفترة من إبريل 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818 ألف وظيفة.